اسمك يا ملك الملوك في القلوب محفور من يوم ميلادك يا سيدنا النبي، الأرض والسماء بتشع نور. يوم ميلادك يا سيدنا النبي بيستناه الكبير قبل الصبي، والأرض والسماء بتشهد على ميلادك يا سيدنا النبي وبتشع نور. اسمك يا سيدنا النبي أجمل من العطور والزهور، ويوم شفاعتك لينا هتخلينا نسكن الجنة ونعيش في الأصول. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. دلوقتي موجودين يا جماعة في سوق منوف الدولي بتاريخ 8/10/2022. ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في قناة أصل الرجل مصر 1 و2 و3 و4. اللهم صل على النبي. معانا بالصلاة على النبي العجول البلدي، أنضف عجول هنا في سوق منوف. كم؟ 50,000. 50,000؟ سنه ده حاج ايه؟ فصل قدامك ب50,000 يا حاج؟ ولا أقل من كده؟ بجد والله؟ طب وده؟ مش عارف. بس 50,000 كتير قوي برضه. 50,000 كتير كتير كتير، بمعنى كتير يعني. الغاوي يا حبيبي. الغاوي؟ على رأيك الغاوي يخش عليه. اللهم صل على النبي يا جماعة. معانا عجلة، اللهم صل عليها برضه من وقت السوق. سنه يا حاج ايه؟ سنه ايه؟ لبن. لبني؟ عامل كام؟ كلام فيه بكام؟ كلام فيه بكام؟ 45. 45. سعر الايام ماشي كام النهارده غلبان يا حاج؟ ماشي السعر ماشي؟ السعر الايام 70 و71. ادي العجله مع حضراتكم. لسه ما خدوه. لا عادي خدوا، بدل اتربط يبقى عادي خدوا. لسه ما خدوه. ادي الفتحه يا جماعه والنظام بتاع العجله. اللهم صل على النبي. ابراهيم صل على النبي. انت يا ابني حلقه الباء والشارع العجله. بكام يا معلم؟ يا عم نهار قوي يا باء، نهار قوي طلعها، خلي بالك. بكام؟ تم البيع بكام؟ ب 42,000. اللهم صل على النبي. 42,000 جنيه يا جماعه. مالا حلقه الباء والشارع؟ سنه يا معلم بالصلاة على النبي. كسر جول. الكلام فيه بكام؟ كلام 31. 31,000. سعر الان ماشي كم في البقر؟ 70 71. اللهم صل على النبي. يلا يا حاج امام حضراتكم اهو عجله. بنحاول نقل لكم كل حاجه على الطبيعه من ارضيه السوق. ادي العجل اللي بيتكلموا عليها يا جماعه. السلام عليكم. بلدي بلدي ابن بلدي. بكام ده يا حاج؟ عامل كام؟ لسه بنتكلم اهو يا عم. ما بيتكلموا بصوت واطي ليه ما يسمعها؟ علو ازيك يا حاج عامل ايه؟ الكوماندا بتاع دي الكوماندا
عمك بيقول الدولة. ازيك عم ابراهيم؟ يا بح عم سنة يا معلم ايه؟ كسر اربعة. كسر اربعة. فصلتوا كم يا معلم؟ فصلتوا كم بالصلاة على النبي كده؟ 28. ب28,000؟ وده حق يعمل له كام؟ ده اللي بيتكلم فيه وده اللي بيتكلم فيه جوه. اللهم صل على النبي. بطل ضرب يا واد على الوحش بتاع السوق. بيتكلم في الكام ده؟ ما اعرفش. يعمل له حاجه 40 ده. حاجه 40,000. ما يزيدش عن كده. يعمل له 43 45 ده. ها؟ 43,000. اللهم صل. ما يزيدش عن 45 عمره. ما يجيبش ال 40 فاضي. ما هو فاضي احسن. الناس بتقول لك اغلى اغلى عجل ايه؟ ما يجيبش ال 50 كمان. هنجبره قوي 38 37 في الحدود دي. هو فاضي عجل فاضي بس هو هضبه وخلاص هضبه عشان بس هي العجول البلدي كلها كده برضه بالصلاة على النبي برضه معانا عجل انا رضيت برضه السوق في حلقة بيع وشراء عليه برضه. سنه ايه؟ مش عارف سنه معلم ايه؟ لبن يوم. كلام فيك كام؟ 31,100 راجل. 31,100 رقم تليفون حضرتك ايه؟ مش حافظ. مش حافظ. 31,100 0 12 0 4 7 5 0 0 8 8 0 0 8 8. اللهم صل على النبي. وادي عجلة من حضراتكم. 31,100. اللهم صل على النبي. اسمه سعيد عش بتاع الاوان. الراجل محترم ما بتغلطش بالناس. اللهم صل على النبي. الثانية هيبقى في السعيد عش هناك في المكتب. اللهم صل على النبي. حلل لكم كل حاجة طبيعة من أرضية السوق. صل على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء قادم.